أما مسلسل العائدون فهو من المسلسلات الحقيقة اللي كل يوم بنشوف فيها أحداث جديدة. المسلسل اللي بيكشف كواليس تنظيم داعش الإرهابي. تابعنا في الحلقة 23 من مسلسل العائدون انتحار طليقة والي داعش بالسم بعد فشل محاولتها لاغتيال السياف بالسم ومصرع نزار بدل منه. معلش نبيل، يعني أنت متأكد فعلاً إن الواد هناك؟ وربنا الواد هناك، وربنا طب اعمل لي حلفك على مصحف. خلاص الواد هناك ماشي. خلاص تمام زي الفل وكويس. كل الحكايه ان هم مانعين الاجهزه الالكترونيه تخطيط امني مش اكتر. الواد فتح اللابتوب شافوه خدوه منه، وانا لما تيجي نادين هخليها تراجع الموضوع ده وتتابع اللابتوب نشوف ايه اللي بيحصل. ايه ده ونادين ما جاتش لحد دلوقتي ليه؟ اكيد ما تعرفش، بس انا قلت اني عارف. يعني ايه حاجه حصلت ولا ايه؟ نادين في الكوافير بتجهز زي اي عروسه زي اي حاجه. يا عم ما تفرجش معايا بقى في يا جدع، بهزر معاك يا جدع.